على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. ما تهبطي شوية يا شهر جاز وبطلي مصاريفك اللي بتسير لاستفزاز. إله يحرق المرتب بجاز يا راجل، ما هي الأسعار مولعة نار. بقولك إيه، أنا مش حمار، امسكي إيدك شوية في المصاريف. طب وريني نفسك أنت يا ظريف، من الشهر الجاي امسك أنت المرتب ووريني هتعمل إيه. هعمل إيه وحياتك لأحوش منه، ده مرتب ملك يا شهر جاز. بقولك ايه بقى يا كتكوتة، ما تيجي هنا وتحكيلي حدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني ايها الملك اللي فاكرني في المصاريف ببزر، وعمال يبكت فيا وينظر، هحكيلك قصة لو اتكتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. احكي بسرعة وهاتي الخبر. كان يا مكان في أحد البلدان الراجل اللي اسمه علاء، جوز الولية اللي اسمها نجلاء، اتخانق معاها على مصاريف البيت، وقعد يهيص ويزيط، وحلف لا يمسك هو المرتب الشهر الجاي، ويعرفها تصرف الفلوس بحكمة ازاي، ولو اديتني يا مولاي منديل الأمان أحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. ايه ده يا نجلاء؟ ايه يا وليه ده؟ النهاردة 10 في الشهر والمرتب مش باقي منه غير 500 جنيه، هنقضي الشهر ازاي يا نجلاء؟ وانا هعمل ايه يا علاء؟ الاسعار بقت نار يا اخويا. غالية نار ولا انت اللي وليه مصرفة؟ مصرفة مين يا علاء؟ يا راجل ده انت مرتبك عامل زي القميص البوليستر، اول ما يتمسك في الايد يكش. انا مرتبي بيكش يا نجلاء؟ طب ايه رايك بقى، من هنا ورايح انا اللي همسك مصروف البيت. بركه يا جامع، شيل يا اخويا شيل، بس عيل بقى اللي يرجع في كلامه. ماشي يا نجلاء، انا هوريكي بقى ازاي تتعاملي مع مرتب موظف الحكومه. مش كده وبس، ده انا هحوش منه كمان يا نجلاء. وكمان هتحوش؟ ضحكتني يا علاء. انت الفلوس اللي بتقبضها دي اصلا فرز تالت كده يا نجلاء. عموما الايام بينا، بصي بقى واتفرجي عليا، ده أنا المفروض يعينوني وزير مالية. أي والله، شوف الأستاذ هيعمل إيه بقى في الشهر اللي جاي. وريني نفسك يا أخويا. عارف يا علاء، لو مصروف البيت ما كفاش هفضحك على صفحات التواصل الاجتماعي. شهر جاز وشهر باظ. يا علاء، بتاع النور اداني الوصل وعايز 150 جنيه. 150 جنيه؟ ليه يا نجلاء؟ ده احنا الشهر اللي فات ماشيين في البيت ببطاريات يا نجلاء، ده احنا يا دوب بنشغل التلاجة بالعافية. وانا مالي يا ابو العريف، مش انت اللي ماسك مصروف البيت؟ اشرب بقى. ماشي، ادي 150 جنيه اهم، وايدك على 150 كمان بتوع ايده كمان، فواتير المية والغاز. 150 مية وغاز؟ ليه؟ هو احنا اللي بنشرب من النيل لوحدنا، ولا احنا بس اللي بنطبخ في البلد؟ المحصلين عندك بر، انا ماليش فيه، مش انت اللي عايز تمسك المصروف؟ اشرب بقى يا حلو. ولا يهمني، خدي 150 جنيه اهم، وايدك على 500 جنيه عشان احاسب الجزار. نعم، 500 جنيه ده ايه؟ انت اشتريتي خروف يا نجلاء؟ خروف؟ خروف ده ايه؟ انت عايش من ايام الجنيه الخشب يا علاء؟ دول 8-4 كيلو لحمه يا علاء، كيلو واحد في الاسبوع يا اخويا. 4 كيلو ب 500 جنيه؟ دي لو لحمة أورجانيك مش هتبقى كده. خدي خدي يا نجلاء 500 جنيه، وإيدك على 200 جنيه للفرارجي، و400 جنيه عشان دروس العيال، و300 جنيه عشان أجيب الدواء بتاع الواد الصغير، و100 جنيه نور السلم ومسح وأجرة البواب، و500 جنيه علشان بقالت الأسبوع، يبقى كده كله 1500 جنيه يا علاء. يا نهار أزرق، كل ده وإحنا لسه 3 في الشهر؟ ده أنا كده مش معايا غير 1000 جنيه بس. امال هنكمل الشهر ازاي يا وليه؟ هنكمله بالستر يا اخويا، مش كنت عايز تحوش؟ وريني نفسك يا وزير الماليه. ماليه مين بقى؟ عن اذنك يا نجلاء. ريح في
تاني يا عليه. هروح اشوف توك توك اشتغل عليه بعد الظهر يا اخي. ومعرفش علاء يمسك مصروف البيت، وما بقاش ملاحق على السكر والزيت ومصاريف المدارس والدروس، والحياة قلبت كابوس. علاء ده موكوس، كان جالي المنحوس وعرفه يمسك المرتب ازاي ويحوش كمان فلوس. امال ده كل شيء لازم يكون مدروس. طب وريني نفسك يا محروس. هو الراجل كده يحط مناخيره في الصغيرة والكبيرة، ولما تخرب الدنيا يعمل نفسه من كينيا. ده انا حسود عليك الدنيا. ولا مسرور، انت يا زفتي اللي اسمك مسرور، انت فين يا سياف الزفت؟ نهارك ازرق، شكلك ناوي تتغابة يا شهرباز. ايوه هتغابة يا شهرجاز، والمصحف لا تغابة ولا مسرور. حلق معايا ولا انت من هنا وانا من هنا، اقطع راسها بقى. خلاص بقى يا شهرباز. الله، حقك عليا مش كده يا راجل، ما تبقاش عيل وانت غور يا مسرور الكلب. والنبي يا مولايا ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوي تمك. قشطة جدا، اديك بيدا. رحمك من ايدي دي، روح ربنا يهدي. شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ادارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.